مناورات خطيرة واستعراضات قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث مميتة. تصرفات مغامري الدراجات النارية تتسبب اليوم في أزيد من 3600 حادث مروري خلال 9 أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 27% من حوادث المرور، مؤشر خطير يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. حظيرة الدراجات النارية هي ناقصة، تشكل ما يقارب 2.90% من الحظيرة الوطنية للمركبات، إلا أنه هذا الحب لسياقة الدراجات النارية والاستعمال لها ليعود اصطحبه كذلك بعض المشاكل، من بين هذه المشاكل التورط في حوادث المرور، ناهيك عن بعض التصرفات اللاحظرية اللي يرتكبها بعض المخالفين. إلى الحد من تنامي هذه الظاهرة، نظمت مصالح المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق يوماً تحسيسياً بالعاصمة لفائدة سائقي الدراجات النارية، بغية التحسيس بخطورة حوادث الدراجات والدعوة إلى التحلي بأخلاق الدراج المثالي. بون ديجا ما نحكيوش على اللبسة والإيكيبمون والكاسك، هذيك ما فيهاش نقاش. وتانيك لو كومبورتومون، على خاطر اللي يلبس يخاف الموطو، واللي يخاف الموطو الله أعلم يسوق بالعقل. ويبقى عدم ارتداء الخوذة للسائق والراكب والسرعة المفرطة من بين أهم عوامل حوادث المرور بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، حوادث قد تكون في غالب الأحيان مميتة.